صراحة اللي تبسمت بأنه زين دورة القانون الآن بدأت تدافع عن التيار الصدري وتعطي أرقام يعني مقاربة إلى الواقع. يعني قبل كانت ما تعطيه، سيقول جانا الدكتور يقول مثلا في بغداد 4 ملايين، قبل كان ما يقول الموضوع هذا. هنالك أكثر من هذا أقصد يعني 11 مليون نسمة يعني ثلث العراق خلاص. قبل ما تقولون هيك، قبل ما تسولفون هيك، لا هو جمهور واو سقطت بعد تنزيل يعني استاذ تميم ساكت هسه يستلمها الدكتور.